ماشي ربطك وراح صلى ورجع. راح الحمام وجه لقيت بكهرباء بمسك الكهرباء، فقمت فضلت ازق فيه وكده، ايديا كانت مربوطه لورا، فضلت حاولت ان انا افك ايد، فضل يضربني بالقلم على وشي جامد خالص، ونقول له ليه طيب شلت لزق بق كده بلساني، نقول له ليه بتعمل فيها ليه كده، فضل يقول لي كده انا زهقت منك، قلت له طب زهقت مني ليه، قال لي كده انا هقتلك انا زهقت منك، قلت له طب زهقت منه وديني الاهل، طيب وديني الاهل بلاش تعمل فيها كده، سيبني عشان اربي بنت. جه قال لي ما ردش عليا، فضل يضرب فيا، فضلت احاول ان انا ازق فيه وفكيت ايدي، جه فضل برضو كتفني تاني بايديه بايديا والحبل في رجلي، وراح جاب سلك الكهرباء، فضل الكهرباء في ايدي ورجلي، حضرتك ممكن لو عايزه اشوف رجلي اوريها لك، وفضل كتفني، فضل بقى الكهرباء بقت تشن وتحطيني من ايديا ومن رجليا، الكهرباء سلكين كهرباء كده ملفوفين على بعض، السلكين بقى يعملوا فيا كده. وبعد كده بعد الكهرباء دي قام فضل برضو يضرب في يخنقني بال بطرحة كده، طرحة من طرحي، يخنقني ونايمني على بطنه قاعد فوق ويخنقني ويكتب في نفسي ويقول الشهد على روحك عشان هقتلك. تشهدي؟ الشهد على روحك عشان انا كنت بشهد اوريدي اصلا من غير ما هو يقول لي، انا كنت بشهد لان خلاص حسيت ان روحي بتطلع، هو فضل يقول لي الشهد على روحك عشان هقتلك. في حد خبط على الباب بنت اخوه قبل الكلام ده، فانا حاولت اطلع، راح زقيني وقال لها هي بتستحمى في الاستحمى ونازله، فضلت انادي عليها ما سمعتنيش، جي فضل برضو كهربني وكده، ففقدت الوعي معاش، لما خنقني كده كده من نفسي فقدت الوعي معاش، حسيت بنفسي يعني حاسه ان انا صحيت زي ثانيه كده ما اعرفش، لقيته كان في الوقت ده لابس هدوم غير اللي هو كان لابسه، وبعدها فقدت الوعي تاني، قمت لقيت نفسي في المطبخ، كنت واخده الهدوم بتاعت بابا ومامتي عشان اغسلها حطها قدام الغساله، وبعدين جي لقيت نفسي في المطبخ ريحه غاز وانا مش قادره اقوم، عماله احاول ان انا اقوم حاسه كاني بنحلم مش قادره اقوم، جاي بصيت لقيت نفسي ريحه الغاز جامده خالص، والمطبخ والع، الانبوبه بتاعه البوتاجاز خرطوم مقطوع بتاع الانبوبه وولع، والهدوم اللي هي بتاعه بابا ومامته اللي انا كنت واخداها اغسلها قدام الغساله برضو كان مولح فيها، وحطيتني فوقي، حطيتني فوق الهدوم والهدوم ولع، فقمت فضلت اسحف على ايدي ورجلي ورحت قفلت الانبوبه بتاعه الغاز لقيتها مقطوعه بالسكينه كده حضرتك، جيت رحت فضلت اطفي بالنار كده اطفي الهدوم وقفلت الانبوبه وحاولت ان انا نطلع. بنتك كانت فين؟ بنتي كانت تحت مع اولاد عمها. انت لوحدك في البيت؟ فوق، رحت في الشقة. في بيت عيلة، حد السماء كنت بتتعذب العذاب ده كله؟ خلص الأولاد وأخوه كان كلهم بيعزوا، في كان في عذاب. لما شافوكي بقى بعد اللي حصل فيه كده عملوا ايه؟ أنا بقى لما طلعت بعد ما النار دي طلعت فتحت الباب لقيته هو نازل من فوق السطح، في نزلته من فوق السطح، فانا صوتت صوتين، جه دخل وقفل الباب وراه وراح مدخلني وجاب الشومه ومدخلني في المطبخ ونزل عليا حوالي 4 مرات على راسي.